استوديو مثل ما تشوفون أعزائي المستمعين على راديو دوت شبيبة دوت كوم. أول مرة شفته كانت في جمعية هواة العود، كان مستضيفين الفنان الكبير مارسيل خليفة، فصار أن مارسيل خليفة يريد يسمع عزف أحد العازفين من الجمعية أو شيء كذا، فقام أنا ما أعرفه شخصيا، شفت إنسان يروح يعزف، أول شيء قلت حظه يعزف قدام مارسيل، بس بعدين لما سمعت العزف قلت نحن محظوظين سمعنا هذا النوع من العزف وهذه المهارات. يوسف الويهي صباحك خير، نورت استوديو الشبيبة فم. نور بأهلا وجهك يوسف. يعني مثل ما سمع، يعني يمكن وايد ناس تعرف أن يوسف عازف عود، يوسف بدأ في هذا المجال وتألق فيه، بس نحن ما نعرف البدايات، كيف بدأ يوسف؟ يعني هل من صغرك كنت تحب تعزف، أو هي فترة معينة وصرت يعني مهتم بالموسيقى؟ بالضبط، هو من لما كنت صغير حبيت اني اتعلم الموسيقى، وكون ان والدي موسيقي وصانع لآلات موسيقية فشيء طبيعي اني اكون انا لما اكون محتك معاه كثير من الصغر، شيء طبيعي اني احب الموسيقى واحب اني اتعلم. فبدايتي كانت مو في العود، كانت في الكمانجة. في الكمان بعدها فترة بسيطة بس غيرت الى العود. السبب أول شيء لما بديت أتعلم كمانجة شفت نفسي يعني ما راح أعطي الآلة حقها أصلاً. تمام. فلما اتجهت للعود لا حسيت في فرق كبير في نوع من الانسجام بيني وبين الآلة. في شيء يعني جذبك للآلة. بالضبط. فبديت أتعلم. طبعاً هذا التعليم كان في أيام الدراسة في المدارس. بعدها التحقت بالجمعية في 2010 تقريباً. دخلت معهم الدورات كلها، من دورة الصغار إلى دورة الكبار، وبالإضافة إلى ورش العمل اللي أقامه مع الفنانين مثل الفنان حسين سبسبي، الفنان دكتور أحمد فتحي، والفنان شرب الروحان. فشرب الروحان وأسماء كبيرة، وما شاء الله يعني يوسف يعني له أيضا مشاركات في، يعني لأنه تألق وأبدع، وهو من العازفين العمانيين. إذا يطري مثلا في أمسية أن في عازف عود، أكيد في اللائحة بيكون اسم يوسف موجود. وأيضا يوسف مو بس في عمان، هو راح لأماكن أخرى، منها آخر المشاركات كانت في قطار كتار، نقدر نقول أي نعم، كان في مهرجان كتار الثاني لآلة العود. طبعا أسعدني كثير أني شاركت في المهرجان، خصوصا أن المهرجان يحتوي على عازفين من كل أنحاء العالم، وعازفين كبار جدا ولهم اسمهم في الساحة الفنية. وبعدها بغض النظر عن العزف وعن المشاركة ذاتها، أنت لما تلتقي بعازفين هنا نقول إحنا في مدارس مختلفة تماما. فعلا أنا مدرستي مختلفة في الآلة، هناك في مدارس من تركيا، في مدارس من العراق، في مدرسة من مصر، إحنا الخليج لنا أسلوبنا. فهذه ثقافات كلها متجمعة في مكان واحد، إحنا كلنا نستفيد من بعض. يوسف يعني الحين بما أن طرينا المدارس، أنت أي مدرسة تتبع في العود؟ أنا كل المدارس أحبها بأمان. أيوة. اللي يشوف ستايلك ويعني يفهم شوي في الموسيقى يعرف أنه قاعد تجمع بين أشياء وايد. أي لأني في البداية أول شيء تبعت مدرستنا إحنا الطبيعية، المدرسة الخليجية، ومثل أقرب شيء الأغاني اليمنية وإلى آخره. بعدها شفت أن لا، العود مو كذي بس، العود فيه أشياء كثيرة، خصوصا العود الحين صار يعزف مع أوركسترات، صار يدخل في مقطوعات غربية، فهذا يعني أن العود له مساحة كبيرة ممكن الواحد يطور فيها. فبدأت أتعلم مدارس ثانية. المدرسة التركية هي أول مدرسة حبيتها بأمانة، واللي حببني فيها العزف التركي وكسيل، عزف هات قانون. فابتديت أسمعهم كثير لغاية ما شوي بديت أخذ منهم. المدرسة العراقية طبعا كلها شجم وإحساس، الفنان الراحل جميل بشير ونير بشير، أيضا هذول من مؤسسين فعلا المدرسة العراقية. تعرف شو اللي كنت أنا أحبه مثلا في العزف التركي خاصة العود، أن النغمة مو بثابتة، يعني إذا أنت غلطت شوي تقدر ترجعها. طبعا مستمعين نحن راح نرجع ليوسف نتعرف أكثر على دراسته في المعهد العالي للفنون في الكويت ومشاركتها في الأوبرا والمشاركات الثانية. اللي متابع يوسف على إنستغرام يعرف نفس ما نحن نقول من النوع الدحاح ما شاء الله، لأنه هو كان مصور درجات السنة تقريبا، وهو كان الأول في الكويت، في الشيء يشرفنا طبعا في المعهد العالي للفنون. يوسف، هل هي آلية الدخول في
هذه نقدر نقول في المعهد، هل هي نفس عندنا الحين في الجامعة لازم أن أنت تكون مختار في ثاني عشر مثلا إذا تريد تربية رياضية أو فني أو موسيقى تكون مختار هذه المادة في الثانوية عشان تؤهلك للدخول في القسم؟ هل هي نفس الآلية المتبعة في المعهد أو تختلف يعني للناس اللي حابة تدرس في الكويت؟ طبعا بالضبط مثل الآلية نفسها، وراح يكون في اختبار قبول ووائل. زين، شو اللي خلاك تروح للكويت؟ ليش يعني الكويت بالتحديد؟ والله سمعت عنها الكثير خصوصا العازفين هناك. وأنا رحت المعهد أساسا خصيصا للدكتور إبراهيم طامي. هو عازف عود، تحية له. فهو اللي جذبني أني أنا أروح هناك وأتعلم منه واستفيد، وبالفعل الحمد لله تعلمت كثير منه واستفدت. ومو بس هو في آلتي، ولكن في مدرسين ثانيين ودكاترة ثانيين استفدت منهم كثير، سواء في التأليف، في التوزيع، في الأمور الموسيقية كلها. وفعلا يعني في موضوع الفن والموسيقى الكويت هي سباقة كانت في هذا المجال، وطبعا يعني نتعلم منهم وهم يتعلمون منا. نروح لمشاركتك في دار الأوبرا السلطانية، أن أنت شاركت مع الأوركسترا السيمفونية، يعني هاي شيء جدا رائع. خبرنا أكثر عن هالمشاركة. طبعا تواصلوا معي إدارة دار الأوبرا على أساس أنه راح يكون في مهرجان دولي لآلة العود. طبعا هو المهرجان الثاني، المهرجان الأول كان في سنة 2005 اللي يقيم في قصر البستان وبحضور مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس الله يحفظه يا رب. فبعدها عملوا مرة ثانية المهرجان، ولكن هالمرة كانت فكرتهم فكرة ثانية ويبرزوا العازفين العمانيين أكثر. فكنت مشارك أنا والأستاذ سالم المقرشي والأستاذ يعقوب الحراسي، بس كنا مقسمين. أنا عزفت مع الأوركسترا كونشيرتو للراحل الفنان عمار الشريعي الله يرحمه، وهو قدم الكونشيرتو نفسه في دار الأوبرا أعتقد في سنة 2012. بعدها قدمت أنا، وكان الأستاذ سالم المقرشي أيضا قدم حفلة هناك، وقدم مؤلفة من مؤلفات الموسيقية، بالإضافة إلى الأستاذ يعقوب الحراسي نفس الشيء. فيعني طبعا اللي شاف أو راح حضر دار الأوبرا إن الكونشيرتو مش سهل تعزف، لأن هذا أصلا يبرز مهارات العزف في السرعة، في محاكاته للآلة. فعلا يوسف اللويهي هاي مش مجاملة، ولكن هو أبدع جدا في دار الأوبرا، وإن شاء الله أتمنى لك يعني تميز أكثر. أمين يا رب. يعني خلينا شوي نتكلم عن الموسيقى العمانية. أكيد يعني كل إنسان عازف أكيد في نوع من فنون موسيقية عمانية هو تجذبه أكثر. يوسف اللويهي شو اللي يفضله في الفلكلور العماني؟ في الفلكلور العماني بشكل عام كله فعلا كل الأغاني التراثية، الأغاني الوطنية كلها جميلة. أنا نظرتي لها أمانة، وهذا اللي أفكر فيه مستقبلا. الحين ليش أتعلم كل المدارس الثانية؟ لأن في بالي خطة أو فكرة مستقبلا لما أجي وأعزف أو أقدم الفلكلور عماني راح أقدمه وأنا مطورة في أشياء أنا عاملها إضافات، أسلوب ثاني، موسيقى غربية معها، توزيع غربي، إضافة يعني ثاني. لمستك الفلكلور المعتاد اللي احنا كنا نسمع دائما. نختم هذا اللقاء الجميل، وإن ما كان ودي خلص مع عزف لفلكلور عماني وشوية تقاسيم حلوة منك إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا مستمعينا بعد شوي راح تسمعون عزف جدا جميل على آلة العود، تتمنون أنه ما يخلص، ولكن دائما نفس ما قلنا اللحظات الحلوة تمر بسرعة. والحين أكيد يوسف راح يعزف لنا شيء من الفلكلور العماني.
الله 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 تستاهل ما شاء الله عليك. طبعا يوسف الويهي اليوم تشرفتنا في استوديو الشبيبة FM، وشكرا لقبولك هذه الدعوة، ونتمنى لك دائما الأفضل، وإن شاء الله دائما نشوفك في مراتب عالية وأكثر وأكثر إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم وشكرا لدعوتكم واستضافتكم. شكرا لك يوسف الويهي.